هلا جايز، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. قبل فيديو اليوم ما تنسوا تحطوا لايك وشير سبسكرايب. وفيديو اليوم بيكون عن انه خبر كتير مميز. انت عارفين انه انا نزلت ماي بلاي هوم بلاس وسويت الطريقة باليوتيوب. طبعا اذا دخلت على قناتي وكتبتوا حكايات جوجو بتشوفوا انه انا منزلة طريقة تثبيت ماي بلاي هوم بلس وعملة قصة بيا هذي. فشكرا كتير. فاوكي، الخبر بيكون انه اذا دخلتوا بمتجر بلاي، دخلتوا كتبتوا بالبحث ماي بلاي هوم بلس، بتلاقوا انه ماي بلاي هوم بلس اخيرا نزلت رسميا على متجر بلاي بدون رابط لازم تخشوا عليه وكده. فاللي عنده مشكلة يتعذر فتح الملف او اي مشكلة بماي بلاي هوم بلس او يتعذر تثبيت، خشوا نزلوها من متجر بلاي. وصراحة انا كتير سعيدة لان ظهر لي انه تحديث، فبدوس تحديث وبنشوف معكم شو هو التحديث. شوفوا ترى موجود كل صور ماي بلاي هوم بلاس، والحمد لله نزلت اليوم رسميا بمتجر بلاي. والحين بوريكم كل تعليقاتكم انه ماي بلاي هوم بلاس نزلت، لانه صراحة مش هوريها لكم غير لما تنزل لانه تفتكرون اني كذب وكده. فبوريكم الحين الاشعارات وانه ماي بلاي هوم بلس نزلت رسميا على متجر. شوفوا نزلتها من متجر بلاي، وهذا جوجو لعبة ماي بلاي هوم بلس نزلت على متجر بلاي. اذا ما صدقتين روحي شوفي وطلعي تعليقي. نزلت على جوجل بلاي والله العظيم. فجايز بس هذه التعليقات، اتمنى ماي بلاي هوم بلس تكون اتحدثت. تعالوا نشوف. اوكي اعتقد انها خلاص اتحدثت، فبدوس فتح وتعال نشوف شو التحديث الجديد بماي بلاي هوم بلس. يا رب يكون بيو تحديث مو كذب. اوكي اعتقد انه ما في تحديث، بس في شيء. لا ما في شيء. يا رب يكون افتقر. او ماي جاد، المطعم ما انفتح. لا ليش؟ شوف للأسف المطعم منفتح، فأنا ما أعرف صراحة شو هو التحديث لأنه ما في تحديثات. أنا شايفة يعني إنه فيش تحديثات. وين هالتحديثات؟ شوفوا ما في أي تحديث، فأعتقد إنه خلاص ما في تحديثات. اللي شاف أي تحديث باللعبة يكتب لي بالكومنت. صراحة كان نفسي يكون يعني في تحديث أو سووا تحديث، وبس للأسف ما سووا أي تحديث. وبالنسبة إنه أنا صورت فيديو ماي بلاي هوم بلس المطعم، وطبعا للأسف حاولت كتير 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 وانتو أكيد، وفي الآخر انحذفت ماي بلاي هوم بلس ونزلت مرة تانية من المتجر الصيني لأنه عندي. فالحمد لله لأنه جالي مشكلة يتعذر فتح الملف. فصراحة أنا كتير كنت زعلانة. بس يا جماعة لو عجبكم الفيديو، سوري كتير الفيديو قصير، بس تعالوا نشوف إذا نزلت بهابي مود أو لا. ممكن تكون نزلت بمتجر بلاي أو ما نزلت بهابي مود، فتعالوا معي نشوف إذا ماي بلاي هوم بلس نزلت بهابي مود أو لا. أوكي كتير متحمسة. بنكتب شو بنكتب؟ ماي بلاي هوم بلس ماي بلاي هوم بلس. اعتقد انه اذا نزلت بكون كتير فرحانة. ما نزلت، بس يا رب بعد يومين او اثنين او ثلاث يا رب تنزل بعد اقل وقت. فاللي عنده اي خبر انه ماي بلاي هوم بلس نزلت في اي مكان نقدر ننزلها بدون اقفال او كذا اكتبوا لي بالكومنتات، لانه صراحة ماي بلاي هوم بلس كتير حلوة وانا بدي اياه تنزل صراحة، لانه تعرفون اني احب الالعاب وكذا. فصراحة اعشق شيء اسمه ماي بلاي هومي بلس، صراحة اعشقها. هذه اجمل لعبة
بالحياة، وأحب هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، لكن هذا أكتر 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 واحد. أكيد كلكم تعرفون وكلكم تحبونه. وبس لو الفيديو بيكون عجبكم واستمتعتم بفيديو اشتركوا بالقناة وحطوا لايك للفيديو. اشتركوا، باي.